شكرا لك. طيب نذهب للأخ عبد الله الغامدي. أخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الله يزيدك يا شيخ عبد الله وطول عمرك إن شاء الله على طاعة الله. وفقك الله يا أخي وجزاك الله خير. الرجل إذا عقد على الحرمة عقد النكاح قبل يدخل بها يجوز يتكلم معها ويجلس معها ولا لا؟ خلاص أصبحت زوجته. لكن بعض الناس الشيخ الممارسات اللي رأيناها الآن في الإفتاء يوم كنت في الإفتاء أصبحت يعني أصبحنا يعني تغيرت الفتوى عندي أنا مثلا قد يؤدي إلى مشاكل يعني شيخ. كان طولنا عمرك أول إذا عقد على وقال له بطلع وياك سألتني قلت يجوز أن تطلعين مع حتى لو ما دروا أهلي كنت أقول كذا. فبان لي أن بعضهم يطلع بها ثم ينكر أنه خلا بها وينكر أنه اتصل بها جنسا عرفت ولا لا ويمسكين فقدت يعني بكارتها وماذا تقول لأهلها لو تقول لأهلها أمي خرجت معه في الليل وانتم ما تدرون ما صدقوها وتجي مشاكل كبيرة عريضة. فأصبحنا نقول لا لا تروحين معها إلا أن يعلم أهلك وأهله. إذا جاء أستاذنا أبوك وقال لوالدك أنا بطلع أنا وياها وعلم أهلك أن طالعة معه ترى خلاص الأمر أخف عليه. أما أن تطلعين معه وأهلك ما يدرون وأهله ما يدرون ثم إذا حصل خلاف أنكر هذه تجي مشكلة كبيرة. أخ عبد الله الجلوس ترى مع أهلها ما في شيء. نعم الجلوس معه مع أهلها ما في شيء ما فيها شيء أبدا. حتى إذا مثلا أنا أعرف الآن بعض الإخوان إذا عقد على البنت استأذن أهلها وراح وياها يأسسون البيت قبل الزواج يأسس ياخذ يعني اختيارها في الألوان واختيارها في كذا وكذا لكن أهلها وأهله يعلمون أنهم خرجوا جميعا وأنهم خلوا وأنهم راحوا في الشقة كل أهلها وأهله يعلمون ذلك. شكرا عبد الله. يعني هناك ملاحظة الحقيقة حضرتني لأنه هي عن هذه المسألة إذا تساهل الناس فيها وهي مسألة الخروج قبل الدخول وقبل إتمام الزواج ب يعني ليلة الزواج والاحتفال به ربما شيخ عبد الله يقع يعني بعض المشاكل نتيجة أن يكتشف البعض والناس اليوم طبعا ما في إنسان ما يخلو من النقائص والعيوب ربما بعض الزوجين يكتشف الآخر بعض العيوب تؤدي إلى تنافر وإلى يعني مع العلم أنها ربما أشياء بسيطة يعني يجب تجنبها هذه ربما تكون من الملاحظات التي تلاحظ. نعم صحيح لكن أيضا ترى في محاسن نعم. تعرف الآن نحن في هذا العصر الرجال ويا خواته لو راحوا واختاروا ألوان المجلس وألوان كذا ثم جت ويا خواته قالت ما هو زين ما باختيارهم زين فهمت ولا لا؟ لا اختيارات ولا بحد يقلد أحد ولا بحد يتنازل عن يقول جزاهم الله خير والله خدمونا وجابوا والله مبروك ولا وش هذا؟ وش ذا الفرشة ذي؟ وش تزوج؟ هذه مش المشاكل أيضا اللي تقع الآن وإذاك بعض الأزواج يقول خلني أرتاح منها ومن خواتها ومن أمها هي تختار. أنا بروح أوريها وهي تختار. وبعدين تجي ويا أخواتها يشوفون نعم نعم صحيح.